وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. طبعا سعرين للدولار بالبلد هذا الشيء مش مقبول، انه تكون الادويه للامراض المستعصيه كمان توصل للسوق السوداء كمان شيء مش مقبول، وانه نهدد كمان بسعر الرغيف كمان شيء مش مقبول، لانه ما فينا نستغني لا عن الرغيف ولا عن الدواء. وبالتالي دولار كمان اذا نحن بدنا نشجع الليره اللبنانيه وبدنا نستعمل ليرتنا الوطنيه المفروض الدوله تشدد على هذا الموضوع، وما يصير كل شيء دولار ولكن التعامل بالليره، حيكون كله بالليره اللبنانيه، وهيك ما في لبناني الا ما بياكد على اهميه الليره اللبنانيه ويتعامل معها. ولكن الشيء اللي عم بيصير بهالايام هيدي بعده لهلا منتظم للاسف، وبانتظار اكيد كل الوعود يلي عم نوعد فيها بعوده الامور الى نصابها، اي متى وكيف اكيد احنا بنتمنى اليوم قبل بكره. معلومه بمعلومتنا لليوم، وزير الصناعه وائل بوفاعور اصدر قرار طلب فيه من مصانع المواد الغذائية استخدام مراقب متخصص بالسلامة الغذائية انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على الصحة العامة والسلامة الغذائية ودرءا للأخطار والأمراض المختلفة اللي ممكن أن تؤثر على كافة المستويات الصحية والجسدية، وعلى مراقبي السلامة الغذائية بالمصانع أن يكونوا حائزين على هندسة تصنيع غذائي مراقب صحي متخصص ومجاز أو ما يعادله. وكمان بيتم إبلاغ وزارة الصحة باسم الشخص المتخصص للقيام بتلك المهام في كل مصنع خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. كمان بمعلومتنا لليوم بحب أقول للمشاهدين أنه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ببيان أصدرته بتقول أنه امبارح تم إعادة فتح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز أمام حركة المرور، وأزيل جميع العوائق الإسمنتية من تقاطع زيتوني باي باتجاه السنسول البحري وصولا لمجمع لبيال سابقا. وأضافت أنه يمنع وقوف السيارات على جانبي الجادة المذكورة بالاتجاهين، وسيعمد عناصر قوى الأمن الداخلي إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين. واليوم في إحدى الشركات المتعهدة اللي بلشت من الساعة 7 صباحا بأعمال تحفير الإسفلت على جادة باريس بالقرب من فندق الريفيرا وإعادة تعبيدها، وأكيد لحين انتهاء رح تؤدي هالأعمال إلى منع وقوف السيارات على جانبي الطريق وإلى تضييق المسلك من دون منع المرور. أكيد على المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم تسهيلا لمنع الازدحام وتسهيلا أيضا لحركة المرور. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444 أكيد رقم صرتوا تعرفوه، مثل ما الرقم هين كمان التواصل معنا بتمنى يكون هين والأهين يكون لاقي دايما حلول. باخذ أول اتصال لليوم. ألو 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 ايه تفضل. ست ربيكا. نعم من فضلك بدي اسأل بس عن بالنسبة للجان الأجار وهو بلشوا شغلون؟ لا بعد أوكي ميرسي كتير، بس بده يستفيد أو لازم يقدم مستنداته ويحضر المستندات المطلوبة لحين ما يطلبوا دغري تكونوا حاضرين، يعني في مهلة شهرين. باخذ اتصال آخر. الو الو اهلا يعطيك العافيه. اهلين لك، انا حكايتك من المنصوريه من شي 5 أشهر وبعثت لك صور عن الملجا عنا مش مره والحديد مبين كل شيء حرام والله حرام، قلت لي انا مستعد اني ساعدك اعطيتك رقم الطلب تبع البلديه وجبت مهندس وشايف الملجا، قال لي لازم يتورع حرام 6 طوابق 7 طوابق حرام. ما جاوبوني حتى جاوبك. نعم. للصراحة ما جاوبوني حتى جاوبك شو لازم نعمل. والله مرتين حكايتك قلت لي أنا مستعد إنه ساعدكم. أنا بعرف. هلا هو التوريق بده يكون عليكم كبنية ولا على اللي مسبب الضرر؟
لكن نحن توري علينا ما في مقصوم البنية. اسمعي اسمه مرة مرة عيده والتاني مش مرة تاني في بلك فينا منطقة عليهم بواسطة البلدية. عدم طلب للبلدية وجبت مهندس وكشف وكل شيء قانوني. شو بتعمل فيهم؟ يلا قلت لي مستعدين نساعدك. أنا يلا رح نرجع نشوف مع البلدية كيف ممكن تضغط على السكان، لأنه هيدي لسلامتهم كمان، يعني مش عم تعملوها لبيت واحد أو شقة واحدة، هيدي لكل البنية، هي سلامة الكل. كمان اتصال. ألو ألو تفضل. ألو تفضل. ستر بك، أنا مواطن من زحلة. أهلين. في عنا بالعدلية بزحلة ايه اخذت علم بالموضوع، وانا حكيت مع الرئيس الاول ورح يهتم. اهلا وسهلا فيك. لانه انت حضرتك متصل فينا على الخط السخن، احنا اليوم تواصلنا مع الرئيس الاول بعدليه زحله واهتمينا بالموضوع، وان شاء الله يعني من هلا للتنين بتكون تنظمت العمليه. اهلا وسهلا فيك. يعني صراحه احنا بنتمنى دغري نعطي اجوبه، بس لما بيكون عندنا جواب شو بدنا نقول للمواطن؟ ومرات كتير من ساعد ما بنعرف إذا زبطت ولا ما زبط، نطلب من الناس تقلنا إنه زبطت ولا لا، ما بننزعج إذا عادوا حكيونا قالوا لنا بعد ما مش الحال، ما لنا مشكلة هيك تنعرف نحنا إذا لازم نرجع نحكي مرة تانية ولا لا. منكمل ناخد الاتصالات على 04-444-444. ألو 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 أهلا مرحبا مرحبا. مدام ربيكا؟ نعم. في عندي شكوى بخصوص مخالفة أخذتها يمكن بسنة 2014. مخالفة شو؟ سير؟ مخالفة سير وقفة يعني مزدوج، خط مزدوج. مزدوج، خط مزدوج. نعم. طلعت على النافع عم بدفع ميكانيك قبل بوقت، قالوا لي مخالفة شو؟ خط مزدوج؟ يعني خط مزدوج. أوكي. طلعت قالوا لي عندك محكمة. نعم. نزلت على المحكمة، طلعت المخالفة مع غراماتها. مزدوج. نعم. مع غراماتها مع كل شيء، يعني الواحد ما بيكون متذكر اذا دافع ولا لا. نزلت على المحكمه قالوا لي عندك مخالفه وهالقد قيمتها مع غراماتها، طلعت شي 117,000. نعم. دفعتها، وانا من النوع اللي بفيل ملفاتي فيها هيدي الشغلات. نعم. طلعت على البيت لقيت المخالفه دفعها، رحت. نعم. وبعدين مش بس هيك، عذاب انك بقلب صيده بدك تبعثي ورائك على الدكواني لتتفك حجز السيارة. مزبوط. صح. فكينا حجز السيارة، دفعنا كمان التكلفة، دفعنا السيارة، بلاقي المخالفة دفعها، بنزل على المحكمة بقول لهم دفعها، بقولوا لك ليه ما رجعتنا؟ طيب أنا كيف بدي رجعهم من سنة 2014 علي مخالفة؟ نعم. وأنا دفعها. يعني كان مفروض الله. يمكن كان مفروض لما دفعتها دغري تنلغى إنه هيدي اندفعت. تاني تنلغى، بس هيدي إهمال عنا. الدولة بدها تاخذ مصاري من الشعب وما بدها تشوف. معك حق، من هيك عم نقول إنه لو ناس بتبلغ دغري، لأنه مش كل الناس بتنتبه بالمخالفة، لما بحطوا لك ورقة بتعرف، بس لما بتتبلغ بعد سنتين وثلاثة هيدي مشكلة، عرفت؟ هلأ ما راح يردوا لك إياها، بس إنه دوماج. هيدي تقول إنه يمكن عبرة للكل، إنه لما بتدفعوا شيء احتفظوا فيه، ولما بتبلغوا شيء رجعوا لأوراقكم إذا مدفوع ولا، حتى ما توقعوا باللي وقعت فيه حضرتك. مشكلة، معك حق. إن شاء الله بتنتظم. يعني إحنا عم نقول قبل قانون السير مفروض تنلغى كل الغرامات، حتى يعني لأنه في ناس كتير منهم عارفين وعم تتراكم عليهم. هلأ عم يطلبوا استرحام بمحاكم السير، والقضاة عم ياخدوا بالاسترحام هيدا، ولكن مثل ما قلت عذاب، يعني كمان عذاب. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو تفضل. ألو بونجور مدام ربيكا. بونجور. يعطيك ألف عافية. أهلا. أنا طلبي مكرر صار من قبلي. نعم. بخصوص الهيئات التعليمية المتقاعدة. نعم. بالسلك التعليمي الأساسي والثانوي. نعم. بخصوص حرمانهم من الزيادات اللي طرقت بسلسلة الرتب والرواتب، بعد ما عرفنا شو الأسباب الوجيهة اللي بتزرعوا فيها واللي صايرة مكتومة وبدون أي إعلان عنها، بدنا نعرف بس شو القصة، شو في
شو السبب اللي حرمونا منه؟ يبكي يكون معهم حق، ما قلت لك مرة الماضي يكون معهم حق، بس حد هلا ما عرفنا شو الأسباب. للصراحة أنا ناطرة مثلك جواب، لأنه يعني أنا وصلت الموضوع وبانتظار جواب المالية، وعدة أسئلة طارحين ناطرين الأجوبة عليها. أهلا وسهلا فيك، كمان اتصال. ألو. ألو. تفضلي. بونجور. بونجور. مدام ربيكا. نعم. حبيبي أنا جوزي مريض عنده كونسير. نعم. ومعه سكري وضغط. أنا مرة كنت عم بشتغل، طلعوني من شغلي. ما بقى قادرة أدفع أجر بيت. هلأ صاحبي الملك بده يزت لي غراضي بكرة برا. بده يسكن بجايكم، ساعدوني تاخذ بيت. وين؟ بأي منطقة؟ أنا هلأ يا ديهم بيسيح العلمة، بس شفت بيت على الدورة رخيص بس ما معي أخذه. إنه أداء لك ما كنت دافع ده صاحب الملك بده يحطك برا. أنا كنت عم بتفعله يا تقبريني، ما في إلا هيدا الشهر انكسرت له. طيب هيدا الشهر يعني ما في ينطرك شوي وعارفك بلا شغل ووضعك حتى يحطك برا؟ هلأ وحياة دموع العذراء هلأ دقلي. يعني شو هالضغط على الناس بهالطريقة هيدي؟ ما ما بعرف الرحمة. الله وزدتهم. هلا أنت شو كنت تشتغلي مدام؟ أنا كنت أشتغل بعمل عصير ومكبوس وهيك وبيع، كنت عم بمل له أجار البيت، هلا خف الشغل. ومش قادرة كنت تأمني له شيء من الأجار؟ من قبل كنت عم بدفع له يا تقبريني، بأمن له بعطيه. بس هلا ما مني قادره بالمره. قد ايه اجار؟ انا مريض. 400 دولار. بالدوره 400 دولار؟ ايه، وتنو ودار ومطبخ وحمام. يعني انت بتفضلي تنتقلي للدوره؟ ايه تشتغل تحت كمان، في محلات كثير بدهم موظفين كمان بشتغل. انت هلا بده يعني بدك تأمني قديش 400 دولار؟ ايه يا تقبريني. ما بحب تبكي بس بفهم وضعك، يعني مثل واحد فوق مصيبته مصيبة، يعني بفهمك كتير منيح، بس ما بفهم كمان انه مبعود برحمي. هلا بفهم اذا شهرين مش مدفوعين، ثلاثة اشهر بقول بهيدي الظروف الصعبة، بس شهر ما اصطبر عليك وعارف عندك وضع خاص. يعني مدام لقلك شغلة، تركي لي رقمك بلكي نحن منتوسط ولنه هالشهر هيدا يصطبر عليك، كنت امنتي على القليل تقدر تنتقلي على القليلة. تركي لي رقم تليفونك مع دوريس، هرجع احكيك لشوف اذا نحن بنقدر نحكي المالك نتدخل، ولانه يمرق لك هالشهر لكننا شفنا شو بدنا نعمل. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقه عنا وباخذ اتصال جديد. الو. الو. مرحبا. مرحبا. دينا جاي تحولين على مدام ربيكا. ايه تفضل، ربيكا معك. عم بسمعك. مرحبا. تفضل. اهلا تفضل. مدام انا عمري من بيروت. اهلا وسهلا. عمري 71 سنة. العمر كله. تفضل. انا مريض، ما معي جيب دواء، ومرتي مريضة ما قادرة تجيب دواء. أنا لبناني، طيب ونام عم بروح مش عم حدا عم يزحد، شو بدي أعمل طيب؟ موت بالشارع، معي بطاق، ومعي شير عم ينملوا بعيونه ما عم تفتح مضبوط، شو بدي أعمل؟ الله يطول بعمري. أنت وين ساكن ببيروت؟ أنا نمت فيه. وين ساكن ببيروت؟ أنا ببيروت ساكن. وين؟ طريق جديدة. على الطريق الجديدة؟ إيه على أبو سهل. أوكي ما في. لحظة، ما في حدك ولا مستوصف ولا مركز صحي؟ رحت ما استفدت عندهم. ليه ما استفدت؟ لأنه الحكم يلعبوا فيه يقولوا ليك وهيك 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 ما استفدت، بعد هذا موجود ما عم تشوف بعيوني. بتقدر تفوت على حساب وزارة الصحة على المستشفى، ما في حدا عم بيساعدك؟ ما حدا عم بيساعدني إلا الله، عندي ولد عندي غيره بألمانيا، كل ما بقول له بساعدني بين اولادي ابدا. لا هلا نيه انت بتقول لك
الدواء اذا عنده نيه وزاره الصحه بامنه، بس انه اذا في مستوصفات قريبه منيح، بس اذا عندك عمليه جراحيه للفتاء او شيء بدك تروح مستشفى، وبالمستشفى على حساب وزاره الصحه بتقدر تعمل عمليتك. ما معي مصاري بدي على المستشفى، حتى على المستشفى رفيق الحريري ولا على المستشفى الحكومي. ما معي مصاري فوت، ما معي روح الحكيم يتحكم، ما معي والله العظيم ما معي. طيب بطلب من اخواننا، انا اخوي باللبناني. اوكي، اذا عندك رقم تليفون هلا اترك لنا اياه مع دوريس، وتنشوف نحن اذا في حدا بيقدر يساعدك، نشوف شو بنقدر نعمل. سلامتك. كمان اتصال. الو. الو، تفضلي. يعطيك العافيه مدام ربيكا. اهلا. نحن من سكان طريق جديدة. نعم. مشكلة العواميد والجنازير هلكتنا هلك مدام ربيكا. امبارح كمان حدا حكاني فيها. يعني تكينا للمخفر كذا مرة، وكل مرة بيقولولنا اليوم وبكرة وما في حدا بيجي. يعني إذا بدي فوت أنا على بيتي حاطين ثلاث عواميد ومع ثلاث جنازير، أنا عاملة اشتراك بباركينج، بس ما بيستغني الأمر الواحد يفوت على بيته جد عليه شي طارئ، يعني ما حدا عم برد علينا، مع مين بدنا نحكي؟ والله العظيم ما بعرف. مدام امبارح كمان حدا من الطريق الجديد حكاني بهذا الموضوع، إنه يعني الناس يعني المنطقة مدام ربيكا شي ببكي، ما فيكي يعني بدك تمرقي بسيارتك بين الجنازير والعواميد، ما عم فيكي حتى تمرقي. من سنتين عمل حملة ونشيلت كلها، ما لحقوا فلوا ورجعوا حطون، وما عاد حدا وقفهم. يعني يا القرار بيمشي بدايما، يا يعني كل واحد كل من ايده قاله مش مزبوطة. رح نرجع نحكي مع المحافظة لنشوف شو ممكن ينعمل. معك حق انه بد ما توقفي قدام بيتك عم تضطر تحطي باركينج كرمال تتحمي سيارتك وتلاقي محل تصفي، بس انه واحد لموقف لحظة اعتبريه ما بيقدر. معك حق، مش ناس بسمنة وناس بزيت. بعدين الرصيف مش للسيارات، وما حدا بحق له يحط قدام بيته هيدا الحدايد ولا التنكي ولا ما بعرف شو. رح نرجع نحكي مع المحافظ بهذا الموضوع، لأنه امبارح كمان حدا متصل نفس المشكلة. اتصال. ألو. ماذا؟ ألو مدام ربيكا. نعم. بليز بدي بالنسبة للأساتذة المتقاعدين. نعم. بدي أقول لك إنه وزير المال قال إنه الدفعة الثالثة ببرنامج مع مارسيل غاني إنه اندفعت، وهي ما اندفعت. النقطة الثانية، في استاذين نفس الرتبة والراتب، واحد قبضها صار له شهرين بيقبضها وواحد ما قبضها. هيدي هي يعني صيف وشتاء على سطح واحد. صراحة كتار عم يسألوني هالأسئلة وأنا ناطرة أجوبة من وزارة المالية. إذا وزير المال بتطوله بعظمة لسانه قال، يعني ما بعرف على شو ارتكز، يا عاطينه معلومات غلط يا في إنا يعني بوزارة المالية ساعتها، يعني في شيء مش واضح. نحن عم نقول وضحوا كيف عم تندفع، وناس بتندفع لو ناس ما بيندفع لها ليه، بنفس القطاع، بنفس القطاع التعليم، بعد ما حكيت بغير قطاعات. اتصال كمان. الو. الو، بونجور. بونجور، تفضل. مدام ربيكا. نعم. بليز بس بدنا نعطي ملاحظه صغيره بمحيط بلديات بيروت، وخاصه بلديه الغبيري منطقه السنس جناح، انه يهتموا بموضوع شوي انه حساس، انه كثير عم نشوف البنايات ونواتير البنايات وهولي، كل العالم بتيجي بتلاقيها بتنظف البنايه، بتشطف بنايتها وبحطوا هالمي كلها على الطريق، وكلياتها بترجع بتنزل على الطريق العام، وبتعمل تصحيط وبتعمل حوادث وبتوسخ ومضره بجميع يعني ما لها شيء فايده، انه بس بنطفوا البنايه تاعتهم من جوا. ايه، وكل شيء بيطلع من هالبنايه بيبقى على الطريق، ما بيتكنس وبيتجمع. اهلا وسهلا فيك، معك كمان اتصال. تفضل. بونجور. بونجور، كيفك مدام؟ الحمد لله، عم نسعد خاطرك. عنا لا ابدا، اهلا اهلا. عندنا مشكله كبيره بالنسبه للطريق. نعم. عندنا طريق طرابلس عكار، ايه، مليانه مطبات كلها سوا، مليانه، يعني ما بنلحق نطلع على الضيعه الا بنرجع سياراتنا مكسره، صرنا حاكيين مع 100 جهه، مع بلديات، ما حدا عم بيتجاوب. في ناس تجاوبت وشالت، بس بعض الاكثريه موجوده، لانه هيدي قلنا عم نحكي من سنتين عنا. صحيح. بوقتها طلع وزير الاشغال كان بعده مستلم جديد يوسف فنيان، وقال ممنوع المطبات.
وجينا عممنا على البليات وتعممت انه شيلوا المطبات، فيكم تستغنوا عنها باشياء ثانيه، بعضويه، بمسامير، بعضويه على الطريق، ولكن شيلوا المطبات. في بلديات تجاوب، في بلديات ما تجاوبت، وبعد المشكله عندكم هي ذاتها. نحن رح نرجع نشوف، يعني بدنا نرجع نتلف لاتحادات البلديات المعنيه بهالمنطقه هيدي انه يلاقوا طريقه ثانيه غير طريقه المطب. اهلا وسهلا فيك. يعني بيطلع قرار من وزاره ما بيطلع ليوم ويومين، بيطلع لانه بيكون مدروس وما بيطلع هيك عشوائي. بس ما بعرف هذا البلد ليش القرارات اللي بتطلع عن الوزارات منا فعله الا يوم يومين ثلاثه جمعه وبتوقف هون. كمان اتصال. انا بدي ارجع شوي بموضوع الناس، يعني لما الناس مش قادره تحصل على دواء ولا قادره تفوت على مستشفى وتبكي من الجوع، مين مسؤول عنه؟ يعني اللي اتصل فيي وقال لي ابنه بألمانيا، ابنه تركه قاعد بألمانيا وعم بيسترزه، هو زلم كبير بالعمر ما في من يتطلع فيه. وقديش عم نخسر من الشباب، من طاقات الشباب يلي تركك أهلها وترك عيالها وترك كل شيء راح تسترزق بالخارج. يعني ما حدا اليوم فكر إنه هالشباب عندهم دور غير إنهم طاقاتهم يعطوها لهالبلد، في عندهم اهتمامات بأهلهم، خصوصا انه هذا البلد ما في ضمان شيخوخه، ما في احترام للعمر الثالث للاسف الشديد. يعني الكبير بالعمر اذا ما كان محاط يعني لازم يتبهدل باخرته. امبارح صديقه اتصلت فيي صباحا وقالت لي عندي شابين، شاب منهم تخرج وصار برا، دخيلك لاقي لي شغل لابني الثاني لما يلحق خيه. قلت لها شو عامل ابنك؟ قلت لي عامل اداره اعمال، صار حاطط سي في يمكن اكثر من 100 سي في صار حاططها، ولهلا ما في شغل. قالت لي ما بدي لحقه بخيه لبرا. انا ما عرفت شو بدي اقول لها صراحه. هيدا موضوع مفروض كثير نفكر فيه بعمق. صوره اليوم بشوفها سوا. هالفيديو وصل لي من ديانا كمالي، بتقلي مكب عشوائي على طريق ابو سمره الكوره. هيدي الطريق هيدا طريق رئيسيه، مش مقبول المنظر، وكل فتره بيحرقوا هالزباله. ولا بلديه طرابلس ولا بلديه ظهر العين عم تهتم بهالطريق هيدا اللي هي طريق رئيسيه. برجع بقول بعطيكم موعد بكره دائما مع الام تي في الحل عنا. الى اللقاء.